لا شك أننا نخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ ونقصر في حق الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا جعل لنا مفاتيح للخير ومكفرات لهذه الذنوب، منها الوضوء. فمن حيث المبدأ أن الإنسان المسلم يحرص دائما أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث، هذا هو الأصل. لكن لو احتفظ بوضوئه من صلاة الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء أو أكثر من صلاة فالأمر جائز. لكن نحن لا نتكلم عن الجائز، لكن نتكلم عن الأفضل، نتكلم عن السنة، نتكلم عن الذي فيه أجر أكثر. أسأل الله لا يحرمني وإياكم الأجر.